لدينا فقرات كثيرة وسنسهر سويا على مائدة القرآن. نستمع وإياكم إلى كروان الفجر، إلى قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. نراه دائما يكرم ضيوفه. قلت الشيخ طه النعماني بيقسم وبيقول انا مش هقدر قدام عم الشيخ علي ابو شميس في ربع العصر. وقف عم الشيخ علي وقال اقسم على قسمك انت ضيفي ولازم تاخد وجبك. رجع تاني قال يا سيدنا فضلت تقرا دور العشاء. قال له انت ضيفي وانت عندي في المكان. يا سيدنا ما ينفعش. قال والله ما ينفع الا لازم تقرا وتاخد وجبك واحنا نستمع اليك. دل ذلك يدل على خلق اهل القرآن. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نستمع وإياكم حيث تلتقي موجاتنا العاملة بموجات السماء العالية عبر أثير شاشات مليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيقول. ها هي آيات بينات طيبات طاهرات زكيات عطرات من كتاب الله يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس فليتفضل مشكورا. قبل ما يطلع عم الشيخ علي انا بوجه الشكر لابناء عم الحاج سلامة عبد رب عشان انا نسيهم معلش يعني مش تقليل من شأنكم فانتم اعلام وجميعكم اعلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا Thank you.
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحصلت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم Yeah.
يحلون فيها من أساور ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا متكئين فيها على متكئين
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا رجلين
عليك يا سيدنا. يا ليلي حجيما جن بيني من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا وكان له وكان له أنا أكثر منك
ربنا يوفقه، ربنا يوفقه يا رب. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال أظن
وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ
فعسى ربه
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. يا ليتني لم أشرك بربي
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما شيعها 70,000 ملك حتى وصلت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعة والجمعة، ومن قرأ العشر آيات الأول من سورة الكهف صباح كل يوم أو مساء كل يوم عصم من الدجال. سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة، فضيلة القارئ العلم الشيخ علي محمود شميس، قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، في ليلة التكريم للوالد الكريم حج نصر داود عميد آل داود الكرام، شاركين أبناؤه الكرام وأبناء أشقائه جميعا، شاركين الحج عصام والحج محمد والحج علي، شاركين الحج أحمد سلام داود مهندس محمود داود رجل الأعمال المعروف، كذلك المهندس حسن سلامة سيد المستشار خالد محمد داود، وشاركين أيضا الحج سليمان عبد رب والحج فتحي عبد رب داود، وشاركين الشيخ محمود والحج محمد إبراهيم داود وأبناء عمومتهم جميعا، شاركين الأستاذ نسيم
يشاركينا مهندس محمد احمد سلام داود المملكة العربية السعودية. شاكرا رجل الاعمال المعروف مهندس محمد قاسم ونجله المهندس احمد الذين وفدوا الينا محافظة القاهرة وقطعوا اعمالهم حتى يقدموا واجب العزاء للحج احمد سلام وابناء عمومته. شاكرا مهندس احمد العيدي مهندس مركز ومدينة فايد سادة رؤساء القرى والمدن جميعا الى كل من وفد الى هذا المقام سيد المستشار عبد المنعم قنديل فضيلة الداعية الاسلامية الشيخ وجيه الصعيدي.